بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نتناول سويا شرح مكرر تحليل الإنشاءات 1 Structure Analysis 1 ومع المحاضرة رقم 2. المكونات بتاعة المنهج بتاعنا: مقدمة Introduction وردود الأفعال Reactions والقوة الداخلية في الكمرات Internal Forces in Beams والقوة الداخلية في الإطارات internal forces in frames والقوة الداخلية في الأقواس internal forces in arches والقوة الداخلية في الجملونات internal forces in trusses ثم الاتزان stability ثم الجملونات الفراغية space trusses ثم الإطارات الفراغية space frames. مراجعة اللي خدناه قبل كده، كل اللي خدناه ان احنا شفنا الاحمال اللي بتيجي على المنشأ، شفنا الشكل بتاعها بكيفية تمثيله لو هو شخص واقف بنمثله كحمل مركز، لكن لو هو حيطة فبنمثلها كحمل موزع سواء على الكاميرا كلها او جزء من الكاميرا، ولو كان متدرج بنمثله عن طريق مثلث او شبه منحرف. النهاردة ان شاء الله نتكلم على المحاضرة الأولى في ردود الأفعال reactions. المحتوى بتاعنا عبارة عن مقدمة وأمثلة. حضراتكم في عندنا حاجة اسمها الركائز اللي هي supports، اللي هي نقط اتصال المنشأ اللي بيعتمد عليها المنشأ، ودي ممكن تكون المنشأ متصل فيها بالأرض زي الشكل اللي قدامنا ده، أو المنشأ متصل بمنشأ آخر، يعني الكاميرا اللي قدامنا دي متثبتة في العمود، فالعمود هنا يعتبر ركيزة للكاميرا، هنا الأرض هي اللي ركيزة للمنشأ. عندنا في الطبيعة أنواع كتيرة جدا من الركائز السبورت تايبس، لكن إحنا هنعتني بالمشهورة في الهندسة الإنشائية. في عندنا الفيكس سبورت اللي هو الركيزة الثابتة، وفي عندنا الركيزة المفصلية اللي هي الهينجت سبورت، وفي الركيزة الدحرجية اللي هي الرولر سبورت. دول أشهر ثلاث أنواع من الركائز موجودين عندنا في المنشآت المدنية. لو جينا نبص على الركيزة الثابتة الفيكسد سبورت نشوف مع بعض ده المنظر بتاعها. أي ركيزة في الدنيا بيكون فيها ردود أفعال، فزي ما نيوتن قال لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه، بس الكلام ده لازم يكون في اتجاه الممنوع من الحركة. فلو بصينا للعمود اللي قدامنا ده بيعبر يعني الطبيعة، بيعبر عن حيطة وضغطنا وجبنا قطعة حديد ودخلناها جوه الحيطة. هل متخيل ان انا ممكن احرك الحديد اللي انا دخلتها دي افقيا، حركة افقيا؟ مش ينفع. طب رأسيا برضو مش ينفع. طب ينفع لففها؟ لا ما تنفعش، صعب. يبقى نظرا لان هي ممنوعة من الإزاحة الأفقية يبقى في رد فعل أفقي، نظرا لان هي ممنوعة من الإزاحة الرأسية يبقى في رد فعل رأسي، نظرا لان هي ممنوعة من الدوران يبقى في عزم. طبعا ما يفرقش اذا كان بقى الفيكس سبورت على حيطة او على ارض زي عمود النور. عمود النور اللي في الشارع ما هو عبارة عن فيكس سبورت، فبرضو بيكون فيه ثلاث ردود افعال: افقي ورأسي وعزم. حتى لو على سقف يبقى برضو أفقي ورأسي وعزم. أما لو كانت الركيزة مفصلية هينجت سبورت فزي اللي قدامنا ده، فهنلاقي إن هي ممنوع من الحركة مفصلة، عندنا مفصل زي بتاع الباب، هنلاقي إن هو ممنوع من الحركة أفقيا يبقى في رد فعل أفقي، ممنوع من الحركة رأسيا يبقى في رد فعل رأسي، بس مسموح له بالدوران لأن دي مفصلة، مفصلة أي حاجة متصلة بيها بتلف براحتها، يبقى مسموح بالدوران يبقى مفيش رد فعل عزوم. نفس الكلام لو كان الهنج رأسي على حيطة يبقى برضو في رد فعل أفقي ورأسي، أو لو كان حتى مايل يبقى في رد فعل أفقي ورأسي، حتى برضو لو كان ممثل بالشكل اللي قدامنا ده فدايما بيكون في ردين فعل بس أفقي ورأسي. النوع الثالث من السبورتس من الركائز عندنا الركيزة الدحرجية اللي هي الرولر سبورت، ده اللي واضح قدامنا، يعني عبارة عن مفصلة ركبة على عجل. طبعا هنا لو بصينا نلاقي ان ده مسموح له بالحركة في الاتجاه ده فمفيش رد فعل، لكن ما نقدرش نحركه في الاتجاه الرأسي، فنلاقي ان في رد فعل رأسي ومسموح بالدوران يبقى مفيش رد فعل عزم. لو كان الرولر ده على حيطة فاحنا دلوقتي الاتجاه المسموح فيه بالحركة هو الرأسي، فمش هنلاقي فيه رد فعل رأسي، لكن الاتجاه الأفقي
ممنوع من الحركة، يبقى هنلاقي في رد فعل رأسي أفقي، يبقى وطبعا مفيش دوران. يبقى دايما بيكون رد الفعل في الركيزة الدحرجية في الاتجاه الممنوع من الحركة. هنا نفس الكلام، الاتجاه ده مسموح فيه بالحركة، مفيش فيه رد فعل. الاتجاه العمودي ده غير مسموح فيه بالحركة، مقيد، يبقى فيه رد فعل في اتجاه ومفيش رد فعل دوران. دول ثلاث أنواع من الركائز اللي احنا بنتكلم عليها. في نوع رابع هيظهر معانا اللي هو اللينك ممبر سبورت، ركيزة العنصر المحوري، ان يكون في عندي عنصر اوله هنج مفصلة واخره مفصلة ومعلهوش احمال. ففي الحالة دي بيبقى القوة في العنصر ده في اتجاهه بس، محورية. فنظرا لانه كل فعل رد فعل مساوي له في المضاد مضاد له في الاتجاه، فبنلاقي ان رد الفعل في الركيزة دي عكس وعلى امتداد اتجاه العنصر. يعني العنصر ده رأسي، يوم يجيب رد فعل رأسي. طب لو العنصر مايل كده هيجي لي برضه رد فعل مايل. ليه؟ لان العنصر بيضغط على الركيزة بقوة في اتجاهه، فالركيزة بترد عليه بقوة برضه في اتجاهه. لو اللينك ممبر او العنصر المحوري افقي، فمن الاثر عليه من ناحية دي ومن ناحية دي قوة في اتجاهه. يبقى اللينك ممبر او العنصر المحوري بيبقى رد الفعل دايما في اتجاهه. دي اشكال للركائز الشهيرة بتاعتنا. ادي الفيكسد سبورت، ممسوك العمود ده ممسوك في الارض بعدة مسامير، يصعب جدا انه يتحرك افقي او رأسي او دوران. وده عمود متثبت في الارض وحواليه خرسانة، برضو صعب ان هو يتحرك. دي الركيزة المفصلية اللي هي الهنجد سبورت. لو بصينا هنا ادي الهنج وادي منظر للهنج وادي بن مسمار عشان يلف الجزء العلوي على الجزء السفلي. ده شكل للرولر سبورت، الركيزة الدحرجية. ادي اشكال ليها وازاي ان هي بتسمح بالحركة الافقية بحدود بسيطة، بحدود بسيطة. احنا في عندنا معادلات اتزان لأي منشأ في المستوى. هما ثلاث معادلات اتزان: سيجما فيكس يساوي صفر، مجموع القوى الافقية يساوي صفر. سيجما فاي يساوي صفر، مجموع القوى الرأسية يساوي صفر. سيجما المومنت حوالين أي نقطة يساوي صفر، مجموع العزوم حوالين أي نقطة تساوي صفر. يبقى عندنا دلوقتي في ثلاث معادلات اتزان، هيكون عندنا مقابل ليهم ثلاث مجاهيل، بحيث يبقى عندنا ثلاث معادلات في ثلاث مجاهيل نقدر نحلهم ونطلع قيم المجاهيل. تعال نشوف مع بعض الأمثلة. بيقول لي قم بحساب ردود أفعال الركائز للكاميرا المبينة بالشكل. Calculate the support reactions for the shown beam. لو بصينا على البيم اللي قدامنا ده هنلاقي في ركيزة واحدة بس عند النقطة A، نوعها fixed support، ركيزة ثابتة ومفيش أي ركائز تانية، وفي أحمال موجودة. فالحال ان احنا بسم الله الرحمن الرحيم كده هنروح جايين حاطين ردود الافعال عند الركيزه ايه. قلنا قبل كده ان الركيزه الثابته الفيكسد بيبقى عندها ثلاث ردود افعال، هنحط الرموز بتاعتهم: افقي ونسميه اكس اي، راسي ونسميه واي اي، وعزم هنسميه ام اي. يبقى حطينا رموز ردود الافعال اللي عندنا. هنبدأ حضراتكم دلوقتي طبعا معادلات الاتزان سيجما فيكس يساوي صفر، ونشوف هنلاقي في عندنا قوتين في اتجاه الاكس، اكس اي جاية جهة اليمين وعشرة جاية جهة الشمال. لما نطبق سيجما فيكس يساوي صفر نلاقي اكس اي ناقص عشرة يساوي صفر، هنجيب العشرة في الطرف اليمين بإشارة بعكس الإشارة تبقى موجبة، يبقى الاكس اي طلعت لي هنا بعشرة كيلو نيوتن. سيجما فاي يساوي صفر، عندي هنا كام قوة رأسية؟ تلاتة. واي اي طالع 30 نازل 40 نازل، يبقى واي اي ناقص 30 ناقص 40 يساوي صفر، دول يدونا ناقص 70، نودهم في الطرف اليمين بالموجب، يبقى الواي اي ب 70 كيلو نيوتن. المعادله الثالثه سيجما المومنت حوالين اي نقطه، انا هنا اخترت النقطه ايه عشان اجيب حواليها العزوم. ليه؟ علشان لما اخد العزوم حوالين النقطه ايه هيتلاشى عزم الواي اي عزم الاكس اي، فلو كنت غلطت في الارقام بتاعتهم مش هتاثر على قيمه الام اي. لما ناخد العزوم حوالين الاي زي ما قلنا الاكس اي عزمه يتلاشى، الواي اي عزمه يتلاشى، الام اي عزمه لا يتلاشى حتى وهو عند الاي، لان ده عزم مركز، عزم مركز. وفي عندي 30 في 3 بتعمل لي عزم كده برضو مع عقارب الساعة، وفي 40 في 4 ونص بتعمل لي برضو مع عقارب الساعة، يبقى عندي الـ MA عكس عقارب الساعة
و30 في 3 مع عقارب الساعة، و40 في 1 في 4.5 مع عقارب الساعة. فده اللي حصل، حطيت الام اي بالموجب، 30 في 3 بالسالب، 40 في 4.5 بالسالب، صفيت جمعت دول ناقص 270 يروح في الطرف اليمين بالموجب، يبقى الام اي طلعت لي ب 270. يبقى انا كده قدرت احسب قيمه اكس اي ب 10، واي اي ب 70، ام اي ب 270. نبدا نمثلهم عند النقطه اي، اكس اي ب 10 اهون، واي اي ب 70، ام اي ب 270. مثال رقم 2، قم بحساب ردود افعال الكاميرا، ركائز الكاميرا المبينه بالشكل. Calculate the support reactions for the shown beam. عندنا كاميرا هي، عندنا كاميرا هي، عايزين نجيب الرياكشنز ليها. لو بصينا نلاقي الكاميرا دي فيها ركيزتين، ركيزه عند الاي هنج، ركيزه مفصليه، ركيزه عند البي رولر، ركيزه دحرجيه. عرفنا من شويه ان الركيزه الهنج اللي هي المفصليه بيكون عندها كام رد فعل؟ عندها 2 افق وراسي. فنيجي عند الاي ونحط اكس اي وواي اي. عند الركيزه البي دي رولر دحرجيه، يبقى عندها رد فعل وحيد بس اللي هو الواي بي. نبدا نطبق دلوقتي معادلات الاتزان. سيجما اف اكس تساوي صفر، عندنا كام قوه افقيه؟ عندنا اكس اي وعندنا 10 كيلو نيوتن، والاثنين متجهين جهه اليمين، يبقى اكس اي زائد 10 يساوي صفر، يبقى الاكس اي بتساوي سالب 10. سالب يعني ايه؟ يعني في عكس الاتجاه اللي احنا فرضينه. احنا فرضين الاكس اي جهه اليمين، نعكسها جهه الشمال. طيب سيجما اف واي يساوي صفر، عندنا كام قوه راسيه؟ 4، واي اي واي بي طالعين، و30 و48 نازلين، يبقى واي اي زائد واي بي ناقص 30 ناقص 48 عشان نازلين لتحت بيساوي صفر. من هنا هنجمع دول ناقص 78 ونوديهم في الطرف اليمين باشاره مخالفه، يبقى واي اي زائد واي بي بتساوي 78، معادله في مجهولين مش هقدر ان انا احلهم. تعالوا ناخد المعادلة التالتة اللي هي مجموع العزم حول النقطة يساوي صفر. هنختار النقطة اي. ليه؟ عشان هي أكثر النقط مجاهيلا. عشان هي أكثر النقط مجاهيلا. لما نيجي ناخد العزم حوالين الاي، هنلاقي في عندي الواي بي بتتضرب في ذراع العزم 6 متر وبتلف عكس عقارب الساعة. هنلاقي ال 30 بتتضرب في 3 مع عقارب الساعة. 48 في 4.5 مع عقارب الساعة، وقد كان 6 واي بي موجب، 30 في 3 بالسالب، 48 في 4.5 بالسالب. نبدأ نجيب من هنا، دي معادلة في مجهول واحد اللي هو الواي بي، نقدر نجيب الواي بي بسهولة. هنودي دول في الطرف اليمين ونقسم على 6، يطلع لي الواي بي ب 51. اخد الواي بي واعوض بيها في المعادله اللي فوق اللي كانت فيها مجهولين، اشيل الواي بي واحط 51، تديني قيمه الواي اي تطلع ب 27. يبقى انا كده قدرت احصل على قيمه الاكس اي والواي اي والواي بي. زي ما قلت الاكس اي بالسالب معناها في عكس الاتجاه، بدل ما هي جهه اليمين هنحطها ناحيه الشمال، والواي اي ب 27 والواي بي ب 51. كان ممكن نحل المسألة دي بطريقة أخرى، نشوف إيه الطريقة الأخرى. برضه هنحط رموز الأفعال، بس من الأول خالص حطيت الإكس إيه جهة الشمال. ليه؟ لأن أنا شايف إن في عندي قوة أفقية 10 كيلو نيوتن متجهة جهة اليمين، يبقى عشان يتحقق الاتزان لازم الإكس إيه تجيلي متجهة جهة الشمال. طيب يبقى أول حاجة راعيناها إن إحنا لما بنحط الإكس إيه راعينا إن هو يكون في عكس اتجاه القوة المؤثرة عشان يحصل الاتزان. نيجي نقول سيجما إف إكس تساوي صفر، ألاقي في عندي كام قوة أفقية؟ في قوتين إكس إيه و10، يبقى 10 ناقص إكس إيه يساوي صفر، يبقى الإكس إيه بتساوي 10 كيلو نيوتن. نفس الكلام هنيجي نعمل، بس مش هنعمل بقى سيجما إف واي الأول، هناخد سيجما المومنت حوالين الإيه. هنطبق الأول معادلة العزوم حوالين الإيه. زي ما شفنا قبل كده واي بي في 6 عكس عقارب الساعة، 30 في 3 مع عقارب الساعة، 48 في 4.5 مع عقارب الساعة، يبقى هنا نقدر نجيب قيمة الواي بي. ثم نطبق معادلة الاف واي وهنقول ان واي اي زائد واي بي ناقص 78 يساوي صفر، وانا الواي بي لسه جايبها من شوية، يبقى هعوض بيها هنا معادلة في مجهول واحد اللي هو الواي اي، هنقدر نجيب قيمة الواي اي يطلع ب 27. يبقى احنا كده قدرنا نجيب الاكس اي والواي اي والواي بي.
الفارق في الحل ده عن الحل اللي فات ان انا اول حاجة فرضت الاكس ايه في الاتجاه اللي يغلب على ظني ان هو مظبوط، تاني حاجة غيرت ترتيب المعادلات، خدنا سيجما المومنت الاول وبعدين سيجما اف واي عشان ما يطلع ليش معادلة فيها مجهولين وارجع اقول بالتعويض بالمعادلة نمرة 2 في نمرة 3 وهكذا. ممكن نعمل حل اخر برضو، هفرض اكس ايه كده والواي ايه والواي بي سيجما اف اكس يساوي صفر. نلاحظ ان انا قلت اكس ايه ناقص 10 يساوي صفر، مع ان 10 هي متجهه جهه اليمين والاكس ايه متجهه جهه الشمال جهه اليسار، هو عشان معادله الاتزان دي معادله صفريه فما بيأثرش فيها، اخد افرض اتجاه موجب واي قوه معاه تبقى موجبه والعكس يبقى سالب. فانا هنا في المساله دي فرضت ان اكس الموجب متجه كده مفيش اي مشكله خالص، فلقيت ان اكس ايه متجهه معاها والعشرة دي متجهة عكسها حاططها بالسالب ففيش اي مشاكل. وده يوضح لنا ما هو لو انا خدت العكس كأني اضرب الطرفين في سالب، يعني لو ضربنا طرفين المعادلة دي في السالب هتديني ناقص اكس ايه زائد 10 يساوي صفر، هي نفس المعادلة بس ده كده افترضت ان الايه الاتجاه الموجب جهة اليمين. نيجي بقى نطبق سيجما المومنت حوالين الايه يساوي صفر، لسه مطبقينها من شويه، 6 واي بي ناقص 30 في 3 ناقص 48 في 4.5 قدرنا نجيب الواي بي. هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد سيجما المومنت حوالين البي يساوي صفر. ازاي الكلام ده؟ ما احنا قايلين ان المجموع، مش هو بيقول مجموع العزوم حوالين اي نقطه يساوي صفر؟ فهناخد عزوم حوالين البي، مش دي نقطه؟ لما نيجي ناخد عزوم حوالين البي هتلاشيلي عزم الواي بي والاكس ايه عزمها يتلاشى عشان بيمر بالنقطه. نلاقي ان في عندنا 6 واي اي مع عقارب الساعة، وفي عندنا 30 في 3 عكس عقارب الساعة، و80 في 1.5 مع عقارب الساعة. انا هنا لما اجي اكتب المعادلة كتبت 6 واي اي بالموجب، ليه؟ دي بتلف مع عقارب الساعة، ما احنا لسه قايلين ان معادلة الاتزان الصفرية سواء الاف اكس او الاف واي او المومنت افرض اتجاه موجب واي حاجه تكون معاه تبقى موجبه واي حاجه عكس تبقى سالبه. فده اللي حصل، ان انا باخد العزوم حوالين البي افترضت ان مع عقارب الساعه هو اللي موجب، مفيش اي مشكله خالص. فال6 واي ايه بقت بالموجب، وال30 في 3 بقت بالسالب، وال48 في 1.5 بقت بالسالب. من هنا نقدر نجيب قيمه الواي ايه طلعت ب 27 نفس القيم اللي فاتت. بس الفرق في الحل ده ان انا اخدت طبقت معادلتين عزوم. معادلتين عزوم. اقدر دلوقتي اعمل تشيك على الشغل بتاعي، ليه؟ لان معادله السيجما اف واي انا لسه ما استخدمتهاش. فتعالوا نعمل تشيك هل هي متحققه ولا لا؟ انا عندي لو عملنا سيجما اف واي هنلاقي في عندي اربع قوى راسيه. اتنين طالعين لفوق واي اي واي بي، واتنين نازلين لتحت ال 30 وال 48. يبقى واي اي زائد واي بي ناقص 30 ناقص 48 هيساوي 87 78 ناقص 78 يساوي صفر. ما دام طلعت بصفر يبقى الحمد لله الشغل بتاعنا مظبوط. يبقى هنا انا عملت ايه؟ خدت معادلتين عزوم، مره حوالين النقطه ايه عشان اجيب الواي بي، مره حوالين البي عشان اجيب الواي ايه، وما استخدمتش خالص معادله سيجما اف واي يساوي صفر. فجيت استخدمتها في الاخر عشان اعمل تشيك تاكيد للحل بتاعنا. طبعا هنا ممكن واحد يقول طب انا لو عندي كاميرا زي اللي قدامنا دي فيها اربع ردود افعال، طب انا ممكن اجيب اربع معادلات او اكتر، ممكن اقول سيجما فيكس يساوي صفر، اخد العزوم حوالين الاي يساوي صفر، العزوم حوالين البي يساوي صفر، العزوم حوالين السي يساوي صفر، سيجما فاي يساوي صفر. فانا كده خدت خمس معادلات. هل ده ينفع؟ لا ما ينفعش، لان في عندنا حاجه اسمها ديبندنت ايكويشن واندبندنت ايكويشن، معادلات معتمده وغير معتمده او مستقله. يعني لو جيت كتبت لك 3 اكس زائد 4 واي بيساوي 7، ورجعت كتبت لك 6 اكس زائد 8 واي بتساوي 14، و9 اكس زائد 12 واي بيساوي 21، دول في ظاهرهم 3 معادلات لكن هما في الحقيقه معادله واحده والطرفين مضروبين في 2 او في 3. يبقى احنا عندنا دلوقتي ناخد بالنا دول مش خمس معادلات، دول اصلهم 3 معادلات. طب الزياده هنلاقيهم ديبندنت معتمدين على الثلاث معادلات اللي قبليهم،
يعني هنلاقي اما مجموع معادلتين مع بعض او معادلة مضروبة في 2. يبقى احنا في النهاية في عندنا 3 معادلات مستقلة independent equations فقط، ونقدر نجيب منهم 3 مجاهيل. لو المجاهيل اكتر يبقى ده كده اسمه indeterminate structure. Indeterminate structure ليه؟ مش هقدر ان انا اجيب 4 مجاهيل في 3 معادلات. طيب يبقى كده الاستراكشرز عندنا، ما دام اتكلمنا على indeterminate، الاستراكشرز عندنا بتنقسم الى 3 انواع: stable and determinate، منشأ متزن ومحدد زي اللي قدامنا ده. ده في كام رد فعل، كام مجهول؟ 3 في 3 مجاهيل. وهو في كام معادله؟ 3 اقدر اجيبهم. نفس القصه الكاميرا اللي قدامنا دي، في هنا 2 في هنا 1، يبقى عندي 3 مجاهيل موجودين في المساله، وانا عندي 3 معادلات اتزان، يبقى نقدر نحلهم ونجيب قيم ردود الافعال. يبقى ده كده اسمه ستيبل يعني متزن، وديتيرمنت يعني محدد. ودي يكون في عدد معادلات سواء عدد المجاهيل. لو في عندنا بقى نوع تاني اسمه ستاتيكالي انديترمنت ستراكشر، منشا غير محدد استاتيكيا زي المنشا اللي قدامنا ده، ده في كام رد فعل؟ في 4، الله واحد ملوش تاني، 3 4. او عندي كانتليفر زي اللي قدامنا ده وفي اخره رولر، هنا في عندي 3 ردود افعال، ادي 3 وادي كمان 1 4، يبقى دول 4 مجاهيل. بس انا عندي كام معادله زين؟ 3، يبقى مش هقدر احلهم واجيبهم بيهم. فبنسميهم لما يكون عدد المجاهيل اكتر من عدد المعادلات بنسميه indeterminate structure او منشأ غير محدد. الحالة الثالثة عندنا اللي هي unstable structure او منشأ غير متزن، حاجة اللي زي اللي قدامنا دي، دول كده 2 رولر في رد فعل رأسي ورد فعل رأسي، هل ده متزن؟ مش متزن، لو اي حد حركه افقيا او لمسه هيبدأ يتحرك. نفس الكلام كاميرا متصلة بهنج، هل دي متزنة ولا هتلف وتقع؟ هتلف وتقع. يبقى لما يكون عدد المجاهيل اقل من عدد المعادلات، عدد الافعال اقل من عدد المعادلات اللي تتزان، يبقى ده اسمه unstable structure. Unstable structure. مثال رقم 3، قم بحساب ردود افعال الركائز للكاميرا المبينه بالشكل، calculate the support reactions for the shown beam. عندنا كاميرا زي قدامنا دي، في عندنا ركيزتين A و B. A هنج مفصليه، يبقى عندها ردين فعل افق راسي. البي عندها رولر، عندها رد فعل ايه؟ وحيد راسي. نشوف الكلام ده، حطينا هو رموز الافعال، وخد بالك وانا بحط الاكس ايه حاططها جهه اليمين، مع ان في 20 معاها، لا في 35 كمان. مين اللي هيغلب، ال 20 ولا ال 35؟ 35. يبقى لازم الاكس ايه تيجي عكسها عشان تتزن معاهم مع الفرق. و هنيجي نحط واي اي لاعلى وواي بي لاعلى، نطبق معادلات الاتزان بتاعتنا. هنقول طبعا في عندي هنا حمل موزع لازم اركزه، الحمل ده 20 كيلو نيوتن على المتر وهم 3 متر، يبقى يتركز ب 60 كيلو نيوتن في النص. في النص نبدا نطبق معادلات الاتزان بتاعتنا، سيجما اف اكس تساوي صفر، عندنا كام قوه افقيه؟ 3، اكس اي 35 20، افترض اتجاه موجب وليكن هو ده، يبقى عندنا اكس اي زائد 20 ناقص 35 يساوي صفر، يبقى هنا اكس اي هتطلع لي ب 15 كيلو نيوتن. ناخد العزوم حوالين الاي زي ما اتعودنا عشان نجيب مين؟ الواي بي. يبقى 6 واي بي بالموجب ناقص 60 في 1.5، خلاص ما انا اعتبر 60 دي كانها حمل مركز، يبقى 60 في 1.5 و 48 في 4.5 و 30 في 8 و 30 في 8. معادلة في مجهول واحد اللي هو الواي بي اقدر اجيبه، واقدر اخد العزوم برضو عند النقطة بي عشان اجيب قيمة الواي اي عشان بيبقى اتاكد من الشغل بتاعي. يبقى عندنا نفترض ان مع عقارب الساعة موجب، يبقى 6 واي بي 6 واي اي بيلف لي كده مع عقارب الساعة، وفي عندي 30 في 4.5 و 48 في 1.5 سالب 30 في 2 بيلف لي العكس، وده اللي ظهر قدامنا معادلة في مجهول واحد اللي هو الواي ايه. جبنا الواي بعد ما حصلنا على قيم ردود الافعال اكس ايه واي ايه واي بي، نقدر ان احنا نعمل
تشيك على الشغل بتاعنا. فنشوف نلاقي سيجما، نشوف هل سيجما اف واي بيساوي صفر ولا بيساوي صفر. لو بصينا هنلاقي في عندنا قوتين واي اي واي بي طالعين لفوق، وفي عندنا ثلاث قوى نازلين لتحت، ال 60 اللي هي تركيز الحمل الموزع و 48 و 30. الواي اي والواي بي جبناهم 91 و 47. نعوض نلاقي تطلع لنا 138 ناقص 138 يساوي صفر. ما دام طلع مجموع القوى بيساوي صفر يبقى المعادلة متحققة، يبقى الحمد لله الشغل بتاعنا مظبوط. نلاحظ ان احنا استخدمنا معادلة برضو سيجما اف اكس، سيجما المومنت عند الاي، سيجما المومنت عند البي، وعملنا تشيك بي سيجما اف واي. كده جبنا قيم ردود الافعال اكس ب 15 في اتجاه اللي انا فرضه، والواي اي ب 47 والواي بي ب 91. مثال رقم 4، قم بحساب ردود الافعال افعال الركائز للكاميرا المبينه بالشكل. Calculate the support reactions for the shown beam. عندنا كاميرا قدامنا هي، في هنا مرتكزة على ركيزتين. السبورت A عبارة عن رولر، ركيزة حرجية عندها رد فعل وحيد، والركيزة B هنج ركيزة مفصلية عندها ردين فعل X و Y. الجديد عندنا هنا هو الحمل المثلث. الحمل المثلث حطينا هنا واي اي، حطينا هنا اكس بي، وراعينا ان هي تكون عكس ال 35 كيلو نيوتن، وحطينا الواي بي. لما نيجي نركز المثلث ما ينفعش نركز المثلث ده مره واحده. ليه؟ لانه مش متساوي الساقين، فما اعرفش فين مركز الثقل بتاعه. فالحال ان انا هركز المثلث اللي على اليمين واللي على الشمال. لو بصينا على المثلث اللي على الشمال هنلاقي الارتفاع ده اللي هو اقصى قيمه للحمل ب 40 كيلو نيوتن على المتر و3 متر. فهركز فين؟ في التلت والتلتين، التلت من ناحيه القاعده. قيمته بكام؟ 40 في 3 على 2. يبقى التركيز هيساوي 60، 40 في 3 ب 120 على 2 فيها 60، ومكان التركيز بتاعه متر و2 متر اللي هو التلت والتلتين. بنفس الطريقه همسك المثلث اللي على اليمين، هلاقي برضو يتركز اقصى قيمه للحمل ب 40، مسافه الحمل ب 1.5 على 2. طبعا دي مع دي في ال 20، 20 في 1.5 ب 30، وبرضو مكان التركيز بتاعه في التلت من ناحيه القعده والتلتين من ناحيه الراس. كده بقت المساله ان شاء الله سهله. سيجما اف اكس يساوي صفر، عندي قوتين اكس بي و 35، يبقى اكس بي ناقص 35 يساوي صفر، يبقى الاكس بي 35. سيجما المومنت حوالين الاي يساوي صفر. هفترض ان عكس عقارب الساعه موجب، فلاقي ان الواي بي مضروبه في 6 عكس عقارب الساعه، وال 30 في 2 عكس عقارب الساعه. اما عقارب الساعه فعندي 60 في 2، وعندي 30 في 3.5، وعندنا 48 في 4.5، وعندي 60 كيلو نيوتن زي ما هي. زي ما قلنا قبل كده ان العزم ما بيضربش في مسافه، هو بيتحط قيمته زي ما هي لا يتلاشى ولا يتغير. يبقى ادي العزوم بتاعتنا 6 واي بي زائد 30 في 2، وادي القيم اللي بالناقص، وادي العزم المركز اللي هو ب 60. طلع لي من هنا الواي بي ب 73.5. هناخد العزوم حوالين البي ونشوف. هنفترض ان مع عقارب الساعه موجب، الاقي بيلف معانا مع عقارب الساعه واي اي في 6 متر، وبيلف معانا ال 60، دول بيلفوا مع عقارب الساعه موجب. عكس عقارب الساعه بقى 48 في 1.5، 30 في 2.5، 1 و 1.5، و 60 في 3 و 1 يبقى 4، و 30 في الآخر بزراع عزم 8. هنلاقي معادلة في مجهول واحد اللي هو الواي اي، أقدر أحلها وأجيب الواي اي. طلعت الواي اي ب 94.5. بعد ما حصلنا على قيم اكس بي واي بي واي اي، هنعمل تاكيد للحل بتاعنا، نعمل تشيك. هنشوف مع بعض.
هنشوف هل سيجما اف واي بتساوي صفر ولا ما بتساويش صفر. لو بصينا لفوق اللي عندنا في عندنا واي اي واي بي طالعين لفوق، وفي عندنا قوة 30 و 60 و 30 و 48 نازلين لتحت. نعمل سيجما اف واي، يبقى دي واي اي واي بي طالعين لفوق بالموجب سالب 30 و 60 و 30 و 48. واي اي واي بي جبناهم هنعوض بيهم، نجمع الموجبين مع بعض والسالبين مع بعض، هنلاقي 168 ناقص 168 يساوي صفر. الحمد لله، يبقى الشغل بتاعنا كده مظبوط ان شاء الله. جبنا قيم ردود الافعال نقدر نمثلها بقى. يبقى عندنا واي اي قيمته ب 94.5، اكس اي في الاتجاه ده ب 35، والواي اي واي بي ب 73.5. مثال رقم 5، قم بحساب ردود افعال الركائز للكاميرا المبينه بالشكل كالكوليت سبورت رياكشنز فور ذا شو بيم. اللي استجد عندنا مفيش مشكله، رولر وهنج، عندي هنا رد فعل وحيد، عندي هنا ردين فعل، سواء بقى الرد الفعل الافق يمين او شمال مش يفرق لان مفيش قوه افقيه ثانيه. هنا الحمل الترابيزويدال، في عندي يونيفورم لود اهو، ده سهل اركزه. الحمل الترابيزويدال اللي هو شبه المنحرف، هل ينفع اركزه مره واحده؟ ما ينفعش، لان ما اعرفش يعني، وان كان اقدر احسب قيمه التركيز بتاعه اللي هي قاعده متوسطه الارتفاع، لكن مش هقدر احدد مكان تركيزها. فالحال ان انا هقسمها نصين، هقسمها الى مستطيل ومثلث. طب ما دام هقسمها مستطيل ومثلث، ما يبقى المستطيل يجي مع المستطيل اللي جنبه يبقى حاجه واحده. يعني انا لما اجي اركز دلوقتي، يبقى نحط ردود الافعال زي ما هي، لما اجي اركز اعمل ايه؟ هاخد ان اليونيفورم لود اللي ارتفاعه 20 ده مستمر على طول، واخد فوقيه مثلث ارتفاعه 40، مثلث ارتفاعه 40. وقد كان ركزت ال 20 في 6 متر، 20 في 6 ب 120. مكان تركيزه فين؟ في نص الست اللي هو 3، يبقى 3 من ناحيه و3 من ناحيه، دي يبقى 1.5 و1.5 ب 3. وهرجع اركز الحمل المثلث ده اللي ارتفاع 40 مش 60، لان في 20 اتاخدت معاه اليونيفورم، يبقى 40 نص القاعده في الارتفاع، نص في 40 في 1.5 ب 30 كيلو نيوتن، ومركزها فين؟ في التلت والتلتين. بقى كده عن موضوع سهل وبسيط، نطبق معادله الالتزام بتاعتنا، سيجما فيكس او صفر، اللي اكس بي بصفر لان مفيش اي قوه افقيه ثانيه. ناخد العزوم حوالين الاي، الاقي في عندي واي بي في 6 بتلف عكس عقارب الساعه، وافترض ان ده اللي بالموجب عكس عقارب الساعه، ودايما بنفرض ان اللي مع السبورت عزم السبورت بالموجب عشان ما اقعدش انقل المجاهيل يمين وشمال. ناقص 120 في 1.5، 30 في 4 متر، وعندنا 60 زي ما هي. من هنا معادله في مجهول واحد اللي هو الواي بي، نجيب الواي بي طلع ب 60. سيجما ام بي يساوي صفر برضو، هياخد العزوم حوالين النقطه بي، وافترض ان مع عقارب الساعه موجب، فهلاقي ان عندي 6 واي اي وعندي زائد 60، عزم التركيز 30 في 2 متر وبالسالب عشان عكس عقارب الساعه، عكس ما انا فرض موجب، و 120 في ادي 1.5 و1.5 و1.5 ب 4.5. معادله في مجهول واحد اللي هو الواي اي، اقدر اجيب الواي اي يطلع لي ب 90 كيلو نيوتن. يبقى جبنا الاكس بي والواي بي والواي اي، نعمل تشيك سيجما في واي هل بصفر ولا مش بصفر. يبقى واي اي زائد واي بي ناقص 120 ناقص 30 يساوي، يبقى 90 زائد 60 ناقص ب 150 ناقص 150 يبقى بيساوي صفر. يبقى الحمد لله الشغل بتاعي مظبوط. نقدر نمثل ردود الافعال بتاعتنا، ويبقى كده حصلنا على قيم الرياكشنز في السبورتس. مثال رقم 6 بيقول قم بحساب ردود افعال الركائز للكاميرا المبينه بالشكل كالكوليت ذا سبورت رياكشنز فور ذا شون بيم. عندي هنا حمل افقي مقداره 10 وحمل راسي مقداره 40. سبورت ايه ده؟ هنج عنده 2 رد فعل، والاي رولر عندها 1 رد فعل. فرضنا الاكس اي طبعا عكس ال10 عشان يتزن معاها. نطبق معادله الاتزان سيجما فيكس او صفر، هلاقي ان الاكس اي ناقص 10 بيساوي صفر، يبقى الاكس اي ب 10. سيجما المومنت حوالين الاي زي ما اتعودنا، هلاقي في عندي واي بي في 6 ناقص 40 في 3، يبقى الواي بي نجيبه يطلع ب 20.
ثم ناخد العزوم حوالين البي يساوي صفر، فهلاقي عندي واي اي في 6 ناقص 40 في 3 يساوي صفر، يبقى الواي اي مقداره 20. يبقى حصلنا على الواي اي والواي بي، نعمل تشيك عادي مفيش مشكله. لكن في طريقه تانية ممكن ان انا احصل منها على الواي اي والواي بي، وهو ان احنا لو بصينا للقوى الرئيسيه، انسى خالص ال10 دي والاكس ايه، هنلاقي ان ال40 مرتكزه في نص المسافه ما بين الاثنين سبورت، فده يؤيد ان الاثنين سبورت شايلين نص الحمل، وده كده يبان من التماثل. لو حطينا هنا خط التماثل هنلاقي، وطبقنا القمر على بعضها هنلاقي متماثله. يبقى نقدر نقول من التماثل يبقى الواي اي بيساوي الواي بي بيساوي قيمه الحمل على 2، وده منطقي. لو جبنا خشب زي كده وحطيناها على 2 ركيزه ركيزتين والحمل واقف في النص، هنلاقي رد الفعل ده قد ده. لو قرب من الناحيه دي هنلاقي الضغط هنا يزيد والضغط هنا يقل، والعكس لو وقف الناحيه دي هنلاقي الضغط هنا بقى كبير والضغط هنا بقى قليل. يبقى على طول نظرا لان الاحمال الراسيه متماثله، يعني هنا واقف ده 40 وده واي اي واي بي وواقف في نص المسافه، يبقى الواي اي بيساوي الواي بي بيساوي نص الاحمال اللي فوق، يبقى 40 على 2 فيها ال 20، يبقى الواي اي ب 20 والواي بي ب 20، ونقدر نمثلهم على الرسمه. مثال رقم 7، قم بحساب ردود افعال الركائز للكاميرا المبينه بالشكل، كالكوليت ذا سبورت رياكشنز فور ذا شون بيم. لو بصينا هنلاقي ان احنا عندنا هنا في ركيزه مفصليه هنجد سبورت فيها 2 رياكشن، والبي عندها ركيزه برضو دحرجيه فيها 1 رياكشن رد فعل وحيد، اهو حاطين رموز ردود الافعال. وبعدين نطبق سيجما اف اكس يساوي صفر، يبقى الاكس ب 15 عكس اتجاهها. نبص بقى على الاحمال الرئيسيه هنلاقي ان برضو متماثله. لو جينا حطينا خط تماثل في النص الكاميرا هنلاقي ان في عندي 25 كيلو نيوتن على بعد 2 متر من السبورت الناحيه دي، وفي 25 متر على بعد 2 متر من السبورت للناحيه دي. يبقى من هنا نقدر نقول ان الواي اي بيساوي الواي بي بيساوي نص الاحمال اللي جاي من فوق، يبقى الواي اي بيساوي بي واي بي بيساوي 50 على 2 يعني بيساوي 25. يبقى كده قدرنا نجيب الرياكشنز. يبقى كده حصلنا على الاكس اي والواي اي والواي بي، نمثلهم على الكاميرا بتاعتنا. هنا بقى مثال رقم 8 بيقول لي قم بحساب ردود افعال الركائز للكاميرا المبينه بالشكل، كالكوليت ذا سبورت رياكشنز فور ذا شون بيم. في عندي قوه مقدارها 45 بس مش في النص، وفي قوة مقدارها 10 افقية. هنحط رموز ردود الافعال اكس اي واي اي واي بي واي اي واي بي. سيجما في اكس مفيش فيها مشاكل عارفينها، اكس اي ناقص 10 يساوي صفر، يبقى الاكس اي ب 10. هنا بقى عايزين نحسب الواي اي والواي بي. احنا عندنا حضراتكم لو ان القوة واقفة في النص بتجيب لي رد فعل هنا قد هنا، لكن دلوقتي مش حاصل الكلام ده. انا عندي هنا الحمل قريب، عندي هنا الحمل قريب من السبورت A من النقطة A وبعيد عن النقطة B، يعني الحمل بتاعنا واقف في دي مسافة دي 2 متر ودي 4 متر ودي كلها 6 متر، فأنا عندي المسافة دي تلت البحر كله ودي تلتين البحر كله. يبقى ال 45 دي هيجي منها التلتين الحمل بتاعها في الواي A وتلت الحمل في الواي B. لو عملنا الكلام ده عن طريق العزوم، لو عملنا الكلام ده عن طريق العزوم هيطلع لي ان ال 6 واي بي والواي بي ب 15، وهيطلع لي برضه نطبق العزوم حوالين البي نجيب الواي اي تطلع ب 30. فلقينا ان الرياكشن الواي اي ضعف الواي بي، ضعف الواي بي. وممكن حتى نستنتج اهو تلتين تلت وهنا تلتين وهنا تلتين. يبقى نقدر نقول من هنا قاعده مهمه جدا، ان لما يكون في حمل مش واقف في النص، واقف في اي مسافه حمل وحيد راسي، بيجيب لي رياكشن في السبورتس بالنسبه العكسيه، بالنسبه العكسيه للمسافات. المسافه دي تلت البحر كله وده تلتين البحر كله، يبقى اللي هو الاسبان، يبقى الواي اي بتاخد نسبه تلتين الحمل والواي بي تاخد تلت الحمل، وده اللي هنعمله دلوقتي هنا اهو.
هنقول الواي اي على طول بتساوي تلتين الحمل، والواي بي بتساوي تلت الحمل. يبقى كده جبنا ردين الفعل على طول بمجرد النظر بدون حسابات. وكده نكون حصلنا على قيم الـ XA بـ 10 والـ YA بـ 30 والـ YB بـ 15، نقدر نمثلهم. آدي الـ XA، آدي الـ YA بـ 30، وآدي الـ YB بـ 15، وشفنا إن الـ Reactions YA و YB جبناهم بطريقة النسب العكسية للمسافات بتاعة الحمل المركز. مثال رقم 9، قم بحساب ردود أفعال الركائز للكاميرا المبينة بالشكل. Calculate the support reactions for the shown beam. في عندنا كاميرا محملة بحمل موزع uniform load. الحمل الموزع ده عايزين نركزه، سهلة جدا، عارفين ان هو بيجيب في التلت والتلتين نص القاعدة في الارتفاع، يبقى 40 في 6 على 2 تساوي 2 في 3 في 120. يبقى أنا عندي تركيز الحمل المثلث 120 كيلو نيوتن في التلت والتلتين. السبورت ايه؟ رول هنج، ركيزة مفصلية عندها 2 رياكشن اكس اي واي اي. والسبورت بي دحرجية رولر عندها رياكشن وحيد واي بي. سيجما اف اكس هنلاقي اكس اي بصفر عشان ما فيش اي قوة افقية اخرى. نقدر نجيب الواي اي والواي بي بسهولة. ليه؟ لان زي ما قلنا باين جدا ان دي تلت المسافة ودي تلتين مسافة، المسافة اللي هي بين الاتنين سبورت، المسافة اللي بين الاتنين سبورت اللي بنسميها البحر سبان، دي تلتها ودي تلتينها. يبقى الرياكشن الواي اي هتساوي تلتين الحمل والواي بي هتساوي تلت الحمل. يبقى الواي اي هتساوي 120 في 2 على 3 والواي بي هتساوي 120 على 3. كده جبنا قيم ردود الافعال. طيب تعال نعمم القاعده شويه. انا عندي بيقول لي في المثال رقم 10 قم بحساب ردود افعال الركائز للكاميرا المبينه بالشكل. نفس الكاميرا بس الفكره كلها ان عليها حمل مقداره 45 ومش واقف في التلت والتلتين. المسافه دي 2 متر، دي 7 متر، دي 9 متر. يبقى المسافه دي 2 على 9 من البحر من لسبان ودي 7 على 9. يبقى لما نحط رموز الافعال اكس اي واي اي واي بي والاكس اي بتساوي 15 متزنه معاها مش مشكله ما بتفرقش معانا، هنلاقي ان الواي اي من هنا هتساوي 7 على 9 من الحمل اللي هو 45. اما الواي بي فقيمته هتساوي 2 على 9 من الحمل. يبقى دايما الرياكشن بياخد النسبه العكسيه للمسافات، النسبه البعيده، لان الحمل قريب من الواي اي يبقى الواي اي ياخد النسبه الكبيره والواي بي ياخد النسبه الصغيره. يبقى اذا نحسب ردود الافعال عن طريق النسبه العكسيه للمسافات. الواي اي خد النسبه البعيده والواي بي خد النسبه البعيده له. يبقى من هنا حسبنا الاكس اي ب 15 والواي اي ب 35 والواي بي ب 10. نيجي هنا في المثال اللي قدامنا، عندنا هنا بقى في حملين مش حمل واحد، في حملين مش حمل واحد، فهل هينفع نشتغل؟ تعال نشوف. هنيجي نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الكاميرا اللي قدامنا دي عند الـ A في 2 رياكشن اكس اي واي اي، وعند الـ B في 1 رياكشن عشان رولر. يبقى سيجما اف اكس نجيب الـ XA ب 15، دي مفيش فيها مشكلة. تعال نشوف بقى الأحمال الرأس الرياكشن الرأسي واي اي واي بي نتيجة الأحمال الرأسية 45 و54. أول حاجة مفيش تماثل. تاني حاجة إن أنا هقدر دلوقتي أعمل حركة بسيطة، إن أنا هاخد كل حمل يقف لوحده، الـ 45 لوحدها في مسافة 2 و7 والحمل 54 في مسافة 3 و6. الـ 2 و7 دي اللي هي 90 البحر و7 على 9 من البحر. يبقى الرياكشن واي اي هيساوي 7 على 9 من الـ 45 يعني 35. والواي بي هيساوي 2 على 9 من الحمل اللي هو 45 اللي هو 10. يبقى كده انا جبت الرياكشن بتاع الواي اي والواي بي نتيجه ال 45 بالنسبه العكسيه للمسافات. ارجع اطبق نفس القاعده تاني للحمل 54، الاقي ان الواي اي بياخد نسبه 3 على 9 اللي هي الثلث، والواي بي هياخد نسبه 6 على 9. يبقى الواي اي خدت 3 على 9 اللي هي الثلث بتاعه الحمل 54 طلع ب 18، والواي بي هياخد النسبه البعيده له. ما هو الواي بي دي النسبه القريبه
ودي النسبة البعيدة. فالواي بي هياخد تلت على تسعة من الحمل 54. يبقى أنا كده قدرت بالسهولة الحمد لله أجيب الرياكشن عند الـ A وعند الـ B نتيجة الحمل ده، والرياكشن عند الـ A وعند الـ B نتيجة الحمل ده لوحده. طب لو الاتنين موجودين مع بعض وعايزين نجيب الرياكشن، هنقول يبقى الرياكشن عند الـ A بيساوي مجموع الاتنين دول، يبقى 18 و 35 ب 53، والرياكشن عند الـ B بيساوي مجموع الاتنين دول اللي هو 36 و 10 ب 46. يبقى كده قدرنا نجيب الرياكشن نتيجة حملين على الكاميرا، جبت الرياكشن نتيجة الحمل الأولاني والتاني وجمعتهم مع بعض، وده المبدأ ده بنسميه سوبر بوزيشن برينسيبل، مبدأ التجميع. مبدأ التجميع. مثال رقم 12 عايز يحسب الرياكشن للكاميرا اللي قدامنا، مفيش أي مشكلة، الـ A هينج عندها 2 رياكشن والـ B رولر عندها 1 رياكشن. نحط رموز ردود الافعال اكس اي واي اي واي بي، ومش فارق معانا الاكس اي الناحيه دي او الناحيه دي لان مفيش غيره، فالاكس اي هيطلع بصفر لما اطبق سيجما في اكس او صفر. عايزين نجيب الواي اي والواي بي، هاخد العزوم حوالين الاي، اجيب معادله واحده في الواي بي، واي بي في 6 ناقص 30 في 8 يساوي صفر، يبقى من هنا الواي بي هيطلع ب 40. ارجع اخد العزوم حوالين البي وافترض ان مع عقارب الساعه موجب، واقول واي اف 6 زائد 30 في 2 يساوي صفر، يطلع لي الواي اي بالسالب، بسالب 10. سالب يعني ايه؟ يعني عكس ما احنا فرضين، احنا فرضين الواي اي طلع لفوق، طلع هو لتحت، يبقى الواي اي اتجاهه الصحيح لاسفل مقداره 10، والواي بي لفوق مقداره 40. وده منطقي جدا. ليه؟ لان لو عندنا كاميرا او لوح خشب مرتكز هنا على اي حجرين، ووقف حمل في النهايه على الكانتليفر اللي هو الكابولي ده، بنسميه كانتليفر اللي هي الكاميرا الجزء الممتد من الكاميرا خارج السبورت اللي هو بيبقى زي البلكونات، يبقى ده كده اسمه كابولي او كانتليفر. لو حمل وقف على الكانتليفر ده على الكابولي، عايز يخلي الكاميرا دي يحصل لها اوفر تيرنينج، تلف تعمل كده. طب هل السبورت عند الـ A يسمح للكاميرا ان هي تطلع لفوق ولا يشدها لاسفل بقوه عشان يحافظ على الاتزان؟ يشدها بقوه لاسفل، وده اللي حصل، ان الرياكشن هنا اللي هو العشرة موجود لاسفل عشان بيشد الكاميرا لتحت عشان يحافظ على الاتزان بتاعها. ندخل بعد كده في مثال رقم 13، عايز يحسب ردود افعال الركائز للاطار المبين بالشكل for the shown frame. يعني دخلنا دلوقتي في الفريمز، انا عندي فريم زي ده بيستخدم في الاستاد مثلا، في الاستادات الكوره والحاجات دي. في عندي هنا فيكسد سبورت عند الاي، يبقى عندها ثلاث ردود افعال اكس وواي وعزم. عندي هنا حمل موزع هيتركز في النص، في النص 20 في 3. عندي هنا حمل مثلث هيتركز في التلت والتلتين، نص القاعده في الارتفاع. فالموضوع بسيط ان شاء الله، يبقى ركزنا الحمل الموزع ده 20 في 3 ب 60 في النص، ركزنا الحمل المثلث اللي فوق نص القاعده في الارتفاع برضو ب 60 في التلت والتلتين. النقطه ايه؟ فيكسد سبورت، يبقى عندها ثلاث ردود افعال اكس اي واي اي ام اي. اكس اي زي ما شفنا فرضناها عكس ال 25 عشان لما نعمل اتزان سيجما في اكس او صفر الاقي اكس اي جايه كده وال 25 جايه كده بصفر، يبقى بيعكسوا بعض، يبقى الاكس اي تطلع لي بموجب 25. سيجما اف واي تساوي صفر، ما حدش يقول احنا مش قلنا بلاش ناخد سيجما اف واي ناخد العزوم، الكلام ده لما كان بيكون في عندي ردين فعل رأسيين، لما كان بيكون عندي ردين فعل رأسيين ما كناش بنطبق سيجما اف واي، كنت باخد العزوم هنا مره وهنا مره واعمل تشيك بالسيجما اف واي. لكن المسأله بتاعتي فيها رد فعل وحيد اللي هو الواي اي، فانا هطبق على طول معادله سيجما اف واي تديني معادله في مجهول واحد، واي اي سالب 60 سالب 60 سالب 60 اللي هو هنا عبر عنه ب 60 في 3، يبقى الواي اي بكام؟ ب 180. نطبق المعادله الثالثه سيجما المومنت حوالين الاي يساوي صفر، الاكس اي عزمها بصفر، الواي اي عزمها بصفر، يتبقى لي الام اي ناقص 60 في 1 ناقص 60 في 1.5. الناحيه الثانيه عندي في 60 في 3، وما ننساش الحمل الافقي ده اللي له ذراع راسي مقداره 4 وبيلف مع عقارب الساعه.
معادلة في مجهول واحد اللي هو الـ MA، جبنا الـ MA طلع بسبعين، يبقى كده جبنا الـ XA YA MA نمثلهم على الشكل بتاعنا، يبقى احنا كده قدرنا نجيب الـ reactions للمسألة بتاعتنا الفريم. بيقول لي قم بحساب ردود أفعال الركائز للإطار المبين بالشكل. فريم تاني برضو موضوع بسيط، هنا بقى في اتنين سبورت في A وفي B، الـ A ده هنج هحط عنده ردين فعل XA YA، والبي رولر هنحط عندها رد فعل وحيد. تعالوا نركز الأحمال، هنلاقي إن الحمل ده حمل مثلث واتجاه الأحمال الصغيرة متجهة كده، يبقى هنركز الحمل ده عن طريق نص قاعدة في الارتفاع، نص في 40 في 4.5، نص في 40 في 4.5، ما المثلث ده دي أبعاده، يبقى يديني 90 مركانه فين؟ في التلت والتلتين، تلت من ناحية القاعدة والتلتين من ناحية الارتفاع، يبقى 1.5 و3. نفس الكلام الفورمولا اللي فوق، 20 كيلو نيوتن على المتر ودي 6 متر، يتركز لي ب 120 في النص، 3 و3. نحط ردود الافعال اكس اي واي اي وواي بي، والاكس اي حطيناها عكس ال 90 عشان تتزن معاها، مع ان فين 20 لكن ال 90 هي اللي تغلب. نطبق معادلات الاتزان، سيجما في اكس يساوي صفر، عندي ثلاث قوى اكس اي زائد 20 ناقص 90 يساوي صفر، يبقى الاكس اي بموجب 70. ناخد العزوم بقى هنا عند الـ A عشان نجيب الـ YB، لما ناخد العزوم عند الـ A الـ XA عزمها 3 والـ YA عزمها 3، يتبقى لي 120 في 3 و20 في 4.5 ناقص 90 في 1.5. معادلة في مجهول واحد اللي هو الـ YB، نقدر نجيب الـ YB، يطلع الـ YB بـ 52.5. نفس الطريقة هناخد العزوم حوالين الـ B يساوي 0، ألاقي إن الـ YA عزمه بصفر والـ XA عزمه بصفر، يتبقى لي YA في 6 متر زائد 20 في 4.5 ناقص 120 في 3 ناقص 90 في 1.5. يبقى كده معادلة في مجهول واحد اللي هو الـ YA، جبنا الـ YA طلع بـ 67.5. كده الحمد لله قدرنا نجيب الـ XA YA YB، نعمل تشيك ما دام خدنا العزوم والعزوم، نعمل تشيك بالسيجما اف واي، انا عندي هنا YA طالع YB طالع و120 فقط هي اللي نازله، نجمع الـ YA والـ YB يطلعوا 120 مظبوطين ناقص 120 يساوي 0. يبقى كده الشغل بتاعنا مظبوط ان شاء الله. يبقى كده قدرنا نحصل على قيم ردود الافعال XA ب 70 YA ب 67.5 والواي B ب 52.5، ونقدر نمثلهم على الرسمة زي ما عملنا قدامنا. هنا بقى في المثال ده، ده برضو فريم، ده برضو فريم مرتكز على هنج عند الـ A ورولر عند الـ B، بس هنا يختلف عندنا ان في عنصر مايل، عنصر مايل، والأحمال الصغيرة اللي عليه الموزع نلاحظ بقى هل الأحمال دي أفقية ولا رأسية ولا مايلة. لو كبرنا شوية نلاقي الأحمال الصغيرة دي جاية عاملة كده، يبقى ده يدل ان الاحمال دي لما اجي اركزها هتتركز في نفس اتجاه، لان الحمل المكافئ بيقوم مقام الاحمال الصغيره الموزعه. يبقى لما اجي اركز هنا، طبعا احط ردود الافعال زي ما هي اكس اي واي اي واي بي، اجي اركز الحمل اللي فوق 20 في 3 ب 60، اجي اركز الحمل اللي على العنصر المايل هركزه في اتجاه الاحمال الصغيره، قيمته بكام؟ 30 في 5 متر. طب ليه ضربنا في 5 متر مش في 4 او في 3؟ لان الحمل ده مرسوم على الافق ولا على الراس ولا على المايل؟ مرسوم على المايل. يبقى دايما يبقى دي 30 كيلو نيوتن لكل متر مرسوم عليه. هنا ادي متر 2 3 4 5، يبقى 5 متر مايلين يتضربوا في 30 يديني المحصله اللي هي 150. وزي يبقى في عندي فرق بين حاجتين، بين قيمه التركيز واتجاه التركيز. انا لما جيت اركز الفورمولود ده ركزته في اتجاه الاحمال الايه الصغيره، لكن قيمته ضربت ال 30 في الطول الضلع اللي مرسوم عليه، ومتركز في النص 2.5 و2.5. طبعا عشان ابدا اشتغل 150 دي هتبقى صعبه جدا، فالحاله انا اعمل ايه؟ لان لما اجي اطبق سيجما اف اكس سيجما فاي مش هقدر، وسيجما العزوم، فانا هقول الزاويه دي اسمها ثيتا، هجيب ثيتا هنا بالتناظر والتبادل، هلاقي ان الزاويه دي اسمها ثيتا، والثيتا دي جايه في مثلث 3 4 5، فهقدر ان انا احلل القوه 150 الى 150 ساين ثيتا و150 كوزاين ثيتا. يبقى كده قدرنا نحلل القوه المائيه دي الى قوه افقيه وقوه راسيه.
خلاص بقت المسألة عندي سهلة، في عندي حمل رأسي وحمل رأسي، حمل أفقي وحمل أفقي، أبدأ أطبق المعادلات بتاعتنا اللي احنا تعودنا عليها. سيجما في إكس أو صفر عندي قوة تلات قوة أفقية، إكس إيه 30 120 يديني إكس إيه 90. عايزين نجيب الواي إيه والواي بي، هناخد العزوم حوالين الـ إيه نجيب الواي بي، معادلة في مجهول واحد. يبقى سيجما المومنت حوالين إيه يساوي صفر، هنلاقي في عندي 30 في 1.5، في عندي 90 في 4.5. ليه؟ لأن الحمل المركز المايل كان في نص المسافة المايلة، يبقى المركبة الأفقية أو الرأسية في نص المسافة الأفقية، والمركبة الأفقية في نص المسافة الرأسية من تشابه المثلثات. يبقى هنضرب 90 في 4.5، وال 120 دي هتتضرب في 2 متر اللي هي نص الأربعة، وال 30 هتتضرب في الأربعة متر، معادلة في مجهول واحد اللي هو الواي بي، نقدر نجيب الواي بي طلع ب 62.5. ثم ناخد العزوم حوالين البي عشان نجيب الواي اي، الواي بي عزمه مبقاش موجود والاكس اي عزمه مش موجود، يبقى واي اي في 6، واي اي في 6 بيلف مع عقارب الساعة، عند عكس عقارب الساعة 60 في 4.5، عندي 90 في 1.5، عندي 120 في 2 متر، عندي 30 في 4 متر. معادلة في مجهول واحد اللي هو الواي اي، نقدر نجيب الواي اي، طلع الواي اي ب 89.5. نعمل تشيك على الشغل بتاعنا عن طريق سيجما اف واي تساوي كام. نشوف واي اي طلع لفوق، واي بي طلع لفوق، 60 و90 نازلين لتحت، لو جمعنا القوتين دول مع بعض يطلعوا لي 150، والقوتين دول 150، يبقى اوكي الحمد لله شغلنا مظبوط. نقدر بقى نمثل ردود الافعال دي على الرسم. اكس اي ب 90 مظبوط في اتجاهها صح، واي اي مقدارها 78.5 87.5، وي واي بي 62.5. نفس المساله اللي فاتت، بس الحمل هنا الموزع بص اتجاهه عامل ازاي، يعني العنصر مايل اهو والاحمال الصغيره جايه كده، الاحمال الصغيره دي جايه راسيه، يبقى لازم لما اجي اركز الحمل المكافئ ليهم يجي راسي في اتجاهه، وده اللي حصل. حطينا الرموز ردود الافعال، حطينا ركزنا اليونيفورم لود اللي فوق، الحمل الموزع اللي فوق، ركزنا الحمل الموزع اللي هنا ب 150 30 في ال 5 متر، 30 في ال 5 متر، وركزناهم فين؟ في النص، نص المسافه. نلاحظ ملحوظه مهمه جدا، ان ال 150 دي جت عن طريق 30 في ال 5 لانه مرسوم على المايل بغض النظر عن اتجاهه، يعني المره فاتت كان اتجاهه كده، المره دي اتجاهه كده، الاتجاه ده بيحدد لي اتجاه تركيز الحمل هي قوة المكافأة، لكن قيمة الحمل، لكن قيمة الحمل اللي بتساوي ايه؟ بتساوي الدبليو اللي هي هنا 30 في الطول المرسوم عليه اللي هو 5 متر. نبدأ بعد كده نطبق معادلتنا عادي. سيجما اف اكس وصفر عندي قوتين افقيتين فقط، اكس اي ناقص 30 يبقى الاكس اي ب 30. عايزين نجيب الواي اي والواي بي، ناخد العزوم حوالين الاي، نلاقي عندي واي بي في 6 ناقص 60 في 1.5، 150 في 4.5، و30 في 4. نجيب من هنا معادلة في مجهول واحد اللي هو واي بي، نجيب الواي بي. سيجما العزوم حوالين البي يساوي صفر، يقوم اكس اي عزمه يروح والواي بي عزمه يروح، يتبقى لي واي اي في 6، وعندي 150 في 1.5 و60 في 4.5، وعندي 30 في 4 عكسهم، يبقى دي موجبة والباقيين بالسالب. معادلة في مجهول واحد اللي هو الواي اي، نقدر نجيب الواي اي. نعمل تشيك على الشغل بتاعنا، سيجما في واي هل بصفر ولا مش بصفر؟ ادي واي اي واي بي لو جمعناهم مع بعض هيدوني 210، والقوة اللي جاية من فوق مقدارها برضو 210، يبقى الحمد لله الشغل بتاعنا مظبوط. نمثل ردود الافعال على الرسم، ادي اكس اي، ادي واي اي، ادي واي بي. مثال اخر زي اللي فات، بس الفارق ان الحمل هنا مرسوم على الافقي واتجاهه الاسفل، الحمل هنا مرسوم على الافقي واتجاهه الاسفل. بسم الله الرحمن الرحيم، هنعمل ايه؟ نحط رموز ردود الافعال، نركز الحمل اليونيفورم لود ده عن طريق 30 في 3 20 في 3، ما هو ده 20 وده 30، نبص كده نلاقي ده 20 وده 30، يبقى 20 في 3 يبقى 20 في 3 ب 60،
وهنا 30 في 3 ب90. خد بالك انا الحمل هنا اتجاه الاسفل عملته الاسفل راسي، وضربت ده مرسوم على الافقي فضربت ال 30 في ال 3. طيب كلام كويس وفي نص المسافه. مساله بقت سهله بقى، اقدر اطبق معادله الزان سيجما فيكس او صفر اكس اي ناقص 30 يبقى الاكس اي ب 30. ناخد العزوم حوالين الاي، الاي واي بي في 6 وال 60 في 1.5 وال 90 في 4.5 وال 30 في 4، يبقى الواي بي ب 102.5. سيجما ام بي يساوي صفر، يبقى ناخد العزوم حوالين البي، هنلاقي واي اف 6 مع عقارب الساعة، الاقي في عندي 60 في 4.5، في عندي 90 في 1.5، في عندي 30 في 4، وبتلف موجب مع عقارب الساعة. معادلة في مجهول واحد اللي هو الواي اي، نجيب الواي اي، طلع لي الواي اي مقداره 47.5. عايزين نعمل تشيك على الشغل بتاعنا مظبوط ولا مش مظبوط. لو جمعنا الاثنين رياكشن دول اللي هم طالعين لفوق هيطلعوا لي ب 150، لو جمعنا الكوتين اللي نازلين لتحت يطلعوا ب 150، يبقى نعمل تشيك على سيجما اف واي، طلعت 150 ناقص 150 يساوي صفر، يبقى الشغل بتاعنا مظبوط ان شاء الله. نمثل ردود الافعال على الرسمه، يبقى اكس اي ب 30، واي اي ب 47.5، والواي بي ب 102.5. عايزين نحسب الرياكشن للفريم اللي قدامنا ده. يجي حد يقول انا لو بصيت هنا الاقي الاي عندها هنج 2 رد فعل، البي عندها هنج 2 رد فعل، السي هنج 2 رد فعل، يبقى عندي 6 ردود افعال. هو ينفع يكون عندي 6 ردود افعال؟ ده انا عندي 3 معادلات التزام بس. لا، ما هو اللي بص في المساله بس غلط. انت ما تبصش على الاي، بص على العنصر ده. العنصر ده عنصر محوري، اوله هنج واخره هنج، يبقى الرد الفعل فيه في اتجاهه، وده برضو اوله هنج واخره هنج، يبقى رد فعل في اتجاهه، وده هنج وهنج رد فعل في اتجاهه. وهنركز اليونيفورم لود ده واليونيفورم لود ده. يبقى هنحط هنا واي اي في اتجاه راسي، ار بي هنسميها ار بقى ما هياش اكس ولا واي، ار بي مايله في اتجاه العنصر، والار سي برضو مايله في اتجاه العنصر. هنركز الحمل الموزع ده 20 في 3 ب 60، وهنركز الحمل الموزع ده 30 في 3 ب 90، وكليهما في منتصف المسافه بتاعته. عايزين نبدا نجيب ردود الافعال، طبعا هيبقى صعب جدا. هنعمل عشان في قوه مايله، هنبدا نجيب الزاويه دي اللي هي مثلث 3 4 5 زاويه ثيتا، ونبدا نحلل الار سي افقي وراسي، مركبه افقيه مركبه راسيه، كوزين ساين كوزين ساين، وكذلك الار بي. نقول سيجما اف اكس او صفر، انا عندي كم قوه افقيه؟ في عندي 30 وفي عندي ار بي كوزين سيتا وعندي ار سي كوزين سيتا. طبعا الكوزين سيتا والساين سيتا موجودين عندنا، الكوزين والكوزين ب 3 على 5 و 3 على 5، يبقى نعوض نلاقي ان الار بي زائد الار سي بتساوي 50. دي معادله في مجهولين مش هقدر احلهم. تعال ندخل نجيب معادله ثانيه، هناخد العزوم حوالين الاي يساوي صفر عشان الاقي الاي الواي اي، هيبقى لي معادله في مين؟ في الار بي والار سي، وانا لسه جايب معادله في الار بي والار سي. لما نيجي ناخد العزوم هنا عشان اجيب ذراع العزم العمودي ده عمليه شاقه جدا. طب الحل نعمل ايه؟ الحل بسيط، الحل ان انا هاخد القوه ار بي واحللها مركبه افقيه ومركبه راسيه. المركبه الافقيه هيتلاشى عزمها عشان بتمر بالنقطه ايه، والمركبه الراسيه اللي هي الار بي ساين سيتا هيتضرب في ذراع العزم اللي هو 6. نفس القصه الار سي، هحللها مركبه افقيه ار سي كوزاين عزمها بصفر، وقوه راسيه ار سي ساين عزمها بيتضرب في 9. ده غير القوة اللي فوق المعلومة اللي ليها عزوم. طيب وده اللي حصل، خدت القوة الخارجية هي ليها العزوم، خدت ار بي ساين سيتا في 6 وار سي ساين سيتا في 9، معادلة في مجهولين اللي هما الار بي والار سي. وما تنساش ان احنا لسه جايبين معادلة من شوية في نفس المجهولين ار بي وار سي، نحلهم مع بعض، نجيب قيمة الار سي ونجيب قيمة الار بي، طلعت بالسالب. بالسالب يعني ايه؟ عكس الاتجاه اللي احنا فرضينه. طيب هنروح بعد كده عاملين ايه؟ نعمل سيجما اف واي يساوي صفر، هنلاقي ان عندنا كام قوة رأسية؟ عندنا
واي اي وار بي ساين سيتا وار سي ساين سيتا، واللي جاي من فوق 60 و90. الار بي والار سي تعرفهم، اقدر اجيب من هنا الواي اي، طلع الواي اي ب 110. كان ممكن نحل حل اخر المساله دي ازاي؟ انا عندي هنا واي اي مجهول والار بي مجهول والار سي مجهول، انا همد خط عمل القوه ار بي وار بي واي اي ويتقابلوا في نقطه اسمها او 1 واخد العزوم حوالين او 1. هو ينفع اخد العزوم حوالين نقطه في الفراغ؟ اي نقطه. هو لما قالوا سيجما المومنت حوالين اي نقطه يساوي صفر، ما كانش لازم ان هي نقطه تكون واقعه على المنشأ، اي نقطه. يبقى مجموع العزوم حوالين النقطه دي يساوي صفر، فهلاقي ان الواي اي عزمه تلاشى والار بي عزمه تلاشى، عايز اجيب عزم الار سي. انا جبت المسافه دي بالنسبه للتناسب ازاي؟ انا عندي المسافه دي 3 ودي 4. طب انا عندي المسافه دي 3 يبقى لازم دي تكون 4 مثلثين متطابقين. طيب انا عايز اجيب بقى ذراع عزم القوى ار سي، يبقى لازم امد خط عمل القوى ار سي واقيم عمودي عليها واحاول اجيب البعد اللي هو O1E1. البعد ده مش عارف اجيبه كده، فانا هجيب بعد موازي له اللي هو البي اي 2. اجيب البعد ده منين؟ ممكن اجيبه من قاعده اقليدس. انا عندي مثلث 3 4 5 وعايز اجيب البعد العمودي، قاعده اقليدس بتقول ده في ده بيساوي ده في ده، يبقى الطول ده اقدر اجيبه عن طريق 3 في 4 على 5. كان ممكن اجيبه بطريقه ثانيه، ان مساحه المثلث بتساوي نص القاعده في الارتفاع او نص القاعده في الارتفاع. يبقى لازم القاعده في الارتفاع تساوي القاعده في الارتفاع لانه نفس المثلث. قدرنا نجيب المسافه طلعت ب 2.4، ناخد العزوم بسهوله جدا بقى، يبقى العزوم هنا هتساوي، يبقى العزوم هنا هتساوي ار سي مضروبه في 2.4، وبعدين عندي 60 في 1.5، 90 في 4.5، وعندي ال 30 دي مضروبه في 4. معادله في مجهول واحد اللي هو الار سي نقدر نجيبه. ممكن اعمل عمل تاني، امد خط عمل القوه واي اي وتتقابل مع خط عمل القوه ار سي في نقطه اللي هي او 2 واخد العزوم حوالين الاو 2 بيساوي صفر برضه، واجيب المسافه دي بالنسبه للتناسب دي 3 و5 3 و4 3 و4 3 و4. ناخد العزوم حوالين الاو 2 يساوي صفر. طب عايز اجيب ذراع العزم ده، ما هي المسافه دي هي المسافه دي هي المسافه دي اللي هي 2.4. ناخد العزوم نقدر نجيب قيمه الار بي لوحدها، طلعت بنفس القيمه اللي حصلنا عليها قبل كده، وعن طريق سيجما اف واي نقدر نجيب. ملحوظه مهمه جدا، الشكل اللي قدامنا ده كده لينك ممبر، عنصر محوري عنصر محوري عنصر محوري، يبقى الرياكشن فيه هنا في اتجاهه في اتجاهه في اتجاهه. نلاحظ ان المنشأ ده وان كان فيه ثلاث ردود افعال الا ان سيجما المعادلة اتزان سيجما اف اكس لا تتحقق. يعني حبينا نطبق سيجما اف اكس هنا مش تتحقق. ليه؟ لان عندي مفيش اي رد فعل افقي يتزن مع ال 30 دي. نفس الكلام لو كان في عندي بيم متشعة 3 رولر، يبقى مفيش رد فعل افقي مع انهم 3. يبقى لازم نعدل بقى، ان احنا مش معنى ان هم 3 يبقى ستيبل وديترمنت، لا ده ممكن يكونوا 3 بس يكون انستيبل زي المساله اللي قدامنا دي. لو ردود الافعال متوازيه سواء كاميرا او بي او فريم، يبقى ده كده انستيبل ستراكشر، انستيبل ستراكشر ده كده انستيبل، ماشي؟ مع ان في 3 لكن هو ايه؟ انستيبل. نفس الكلام هنا، انا عندي ده لينك ممبر الرياكشن فيه في اتجاهه، وده لينك ممبر الرياكشن فيه في اتجاهه، وده لينك ممبر الرياكشن فيه في اتجاهه. لو مدينا خط عمل التلات قوى اللي هم اتقابلوا في نقطه واحده، وساعتها يبقى معادله العزوم سيجما المومنت حوالين اي نقطه لا يتحقق. لو خدنا العزوم حوالين النقطه دي، وده منطقي. يعني المساله اللي فاتت لو جينا بصينا على المساله اللي فاتت، بالرغم ان فيها ثلاث ردود افعال، لكن لو حصل ان اي قوه افقيه جت كده زي ما موجود هنا، هل المنشا ده هيدن متزن ولا هينبطح ارضا؟ نفس الكلام هنا، لما الثلاثه دول متلاقيين في نقطه هنلاقي ان سيجما المومنت حوالين النقطه دي مش متزن، ما بيساويش صفر، وده معناه ان المنشا ده ممكن يلف حوالين النقطه دي، يلف حوالين النقطه دي. يبقى لو ردود الافعال متوازيه، ردود الافعال متقابله،
متلاقية في نقطة حتى لو كانوا ثلاثة، ده معناه ان ده unstable structure سواء كان بيم او كان فريم. تعال ندخل في مسألة. بيقول لكم بحساب ردود افعال الركائز للإطار المبين بالشكل فريم برضو بسيط وظريف. هنلاقي ان احنا عندنا هنا نحط تركيز الحمل ده نص العشرين في الستة في النص. عندي هنا اكس اي واي اي واي بي، اكس اي بصفر عشان ما فيش قوة افقية، فروم سيمتري. طبعا ممكن ناخد العزوم حوالين الانج بالواي بي وناخد العزوم حوالين البنج بالواي اي زي ما اتعودنا قبل كده، هنلاقي قيمتهم قد بعض. فكان ممكن احنا نقول فروم سيمتري، كان ممكن احنا نقول ايه فروم سيمتري. ليه؟ لان في تماثل. لو حطينا هنا خط، لو حطينا هنا خط كده تماثل، هنلاقي الفريم ده النص ده منطبق مع النص ده. نلاحظ ان هنا مفيش قوة افقية. في الكاميرات كنا بنغض الطرف عن القوة الافقية في حالة التماثل. ليه؟ لان القوة الافقية ما تجيبش عزوم. لكن هنا لو في قوة افقية تخل بالتماثل. لو في قوة افقية تخل بالتماثل، وهنشوف الكلام ده قدام ان شاء الله. يبقى لو عندي مسألة متماثلة اقدر ان انا اقول ان الرياكشن واي اي بيساوي واي بي بيساوي نص الاحمال الرأسية الموجودة عندي. ناخد مثال اخر. هنا بقى في قوة افقية، هنا في قوة افقية 20. هنقول بسم الله الرحيم ونبدأ نحط ردود الافعال. اكس اي حطتها عكس ال 20 واي اي واي بي، ونبدا نطبق سيجما اف اكس يساوي صفر يبقى اكس اي ب 20، سيجما المومنت حوالين الاي يساوي صفر يبقى دول عزمهم 3، يبقى عندي واي بي في 6 ناقص 20 في 4.5 يساوي صفر، يطلع لي الواي بي بموجب 15. نرجع ناخد العزوم حوالين البي تديني 4.5 في 20 في 4.5، وعندي واي اي في 6 والاثنين بالموجب عشان بيلفوا مع بعض يطلع لي واي اي بناقص 15. ناقص يعني ايه؟ عكس الاتجاه بتاعه، عكس الاتجاه بتاعه. ولو عملنا تشيك هنلاقي مظبوط، لان مفيش اي قوه راسيه موجوده، فنلاقي ان الواي اي زائد الواي بي بيساوي صفر. يبقى ده معناه ان الاكس اي ب 20 كده، والواي اي اللي تحت ب 15 والواي بي فوق ب 15. نلاحظ ملحوظه مهمه. انا في عندي القوه الخارجيه 20 جابت لي رياكشن 20، دول قوتين متساويتان في المقدار متضادتان في الاتجاه خط عملهم ليس على استقامه واحده، فبيعملوا لي ازدواج مع عقارب الساعه. عزم الازدواج ده كام؟ احد القوتين في الذراع يوم يديني 90 كيلو نيوتن متر. عشان المنشا ده يتزن، ما هو المنشا ده دلوقتي الازدواج ده عايز يقلب المنشا، عايز يقلب المنشا كده. فعشان المنشا ده يتزن، لازم يجي له ازدواج عكسه. فالرياكشن عند الاي وعند البي يديني قوتين متساويتين في المقدار متضادتان في الاتجاه خط عملهم ليس على استقامه واحده، ويجيبوا لي ازدواج عكسه، عكس عقارب الساعه اهو، مقداره 15 في 6 ب 90 برضه. يبقى لاحظنا الملحوظه دي، ان القوه الافقيه جابت رياكشن افقي عملوا ازدواج حاول يقلب الفريم. الفريم عشان نحافظ على الاتزان بتاعه، فالرياكشن عند الاي يشد لتحت والرياكشن عند البي يصد لفوق بنفس القيمه، بحيث يجيبوا لي ازدواج عكس الازدواج المؤثر اللي عندنا. طب افرض بقى ان عندي فريم عليه قوه 20 موزع و20 قوه افقيه، هل اقدر اقول ان ده متماثل؟ لا، ما ينفعش، ما ينفعش اقول ان هو متماثل. ماشي. طب امال هنحلها ازاي؟ ممكن نحلها بالسوبر بوزيشن. ازاي؟ هفترض ان مره الحمل الموزع واقف لوحده ومره الحمل الافقي واقف لوحده. لو الحمل الموزع واقف لوحده كنا جبنا الرياكشن له من شويه فروم سيمتري 60 60، لو الحمل الافقي واقف لوحده كان جاب لنا هنا 20 15 15 زي ما لسه متكلمين دلوقتي. كان في حاجه اسمها مبدا التجميع، سوبر بوزيشن برينسيبل. يبقى لما الحملين يقفوا مع بعض اجمع ده مع ده وده مع ده وده مع ده، 20 وصفر ب 20، 15 لتحت و60 لفوق ب 45، 15 لفوق و60 لفوق ب 75. يبقى كده قدرت ان انا اجيب قيم ردود الافعال عن طريق السوبر بوزيشن. يبقى كده قدرنا نجيب ردود الافعال عن طريق مبدا السوبر بوزيشن. نفس اللي قلناه على الفريم ينطبق على الارش الاقواس. ف
فريم زي اللي قدامنا ده برضو في هنا هنج فيها 2 رد فعل والبي رولر عندها 1 رد فعل. عندي يونيفورم لود 20 كيلو نيوتن مرسوم على مسافة أفقية 6 متر يقوم يتركز لي ب 120 في نص ال 6 متر، وعندي فيه 30 كيلو نيوتن على ارتفاع 4 متر. هنبدأ نطبق نفس اللي احنا لسه قايلينه من شوية. نبدأ نقول ممكن هنا نحلها بالسوبر بوزيشن برضو بالسوبر بوزيشن. ازاي بقى نركز؟ نقول ان احنا عندي حمل رأسي وحمل أفقي. الحمل الرأسي ده مش في النص، في الربع والتلات ارباع. مش هو بيأثر في نص الستة يعني تلات تلاتة، وانا عندي دي ستة ستة، يبقى عندنا دي تلاتة ودي تسعة، يبقى ال 120 ده بيأثر في الربع والتلات ارباع، يجيب لي رياكشن ربع وتلات ارباع. اهو الربع 30 والتلات ارباع 90. طب ال 30 دي نفس الكلام، هتجيب لي رياكشن هنا 30، يعملوا لي ازدواج عزمه مقداره 120، يبقى لازم يجي الواي اي لفوق الواي اي لتحت والواي بي لفوق ويجيبوا لي عزم برضه 120. بس ده الذراع ب 12 يبقى القوه ب 10. نقول دي تاني، نقول دي تاني. عندي قوه 30 جابت لي رياكشن 30، 30 في 4 تجيب لي ازدواج كده مقداره 120، يبقى لازم القوه دي 10 ودي 10 عكسها عشان يجيبوا لي كده ازدواج برضه عزمه 120. يبقى قدرنا نجيب الرياكشن نتيجه الحمل الرأسي والرياكشن نتيجه الحمل الأفقي. عايزين نجمع عشان نجيب الرياكشن الأساسي، 30 وصفر 30، 10 لتحت و30 لفوق ب 20، 10 لفوق و90 لفوق يبقى 100. يبقى كده قدرنا نجيب ردود الأفعال. طبعا كان ممكن نطبقها بالطريقه العاديه عن طريق سيجما العزوم هنا وسيجما العزوم هنا وسيجما اف اكس ونعمل تشيك بسيجما اف واي. نفس الكلام عندي برضو ده ارش معرض لكونسنتريتد لود وكونسنتريتد مومنت وحمل موزع، هنركزه في النص 20 في 5 ب 100، ونحط فيكسد سبورت عنده ثلاث ردود افعال اكس اي واي اي ام اي، وركزنا الحمل بتاعنا بسهوله جدا. سيجما فيكس يساوي صفر، هلاقي اكس اي سالب 30 يساوي صفر. سيجما فاي يساوي صفر، عندي واي اي ناقص 100 يساوي صفر. سيجما العزوم حوالين الاي يساوي صفر عشان نلاشي الاكس اي والواي اي، يبقى يديني ام اي زائد 30 في نص القطر. خد بالك ان ده تلات ارباع دايره، يبقى المسافه الراسيه دي هي زي الافقيه اللي هو نص القطر، زائد 100 في 2.5 اللي هو نص مسافه التركيز، زائد 100 ما بتضربش في حاجه لان ده عزم مركز معادله في مجهول واحد اللي هو ام اي، جبنا الام اي. لو دخلنا على تراس زي اللي قدامنا ده عايزين نحسب له ردود الافعال بنفس الطريقه اللي فاتت. نلاحظ بس ان هنا كاتب لي 6 في 4. يعني ايه 6 في 4؟ يعني في عندي 6 مسافات كل واحده منهم 4 متر. 6 مسافات كل واحده منهم كام؟ 4 متر. الاي عندها هنج هنحط عندها 2 رد فعل اكس واي، البي رولر هنحط عندها رد فعل وحيد. نبدا نشتغل سيجما اف اكس يساوي صفر، هنلاقي اكس اي ناقص 10 ناقص 10 يساوي صفر، يبقى الاكس اي ب 20. ناخد العزوم حوالين الاي نجيب الواي بي، وان كان المعادله تبقى طويله شويه. ليه؟ لان عندي قوه كتيره جدا، عندي قوه كتيره وكل قوه بذراع مختلف، 30 في 4 و30 في 8 و30 في 12 و30 في 16 و30 في 20. هو خد ال 30 عامل مشترك وحط المسافات جوه بين القوسين. معادلة في مجهول واحد اللي هو الواي بي نقدر نجيبه، يبقى جبنا الواي بي. نرجع نعيد الكره مره اخرى، سيجما المومنت حوالين البي يساوي صفر، فنلاقي الواي اي مضروب في المسافه دي اللي هي 20، وناخد عزوم القوى كلها الافقيه والراسيه، ونقدر نجيب الواي اي يطلع ب 68، ونعمل تشيك على الشغل بتاعنا عشان نتاكد. لان طبعا مع القوى الكتيره والمسافات الكتيره ممكن نغلط. هنشوف مجموع القوى الراسيه الاقي 30 30 30 30 وكمان 30 راسي اهي كمان، يبقى عندي كده 30 في 6 ب 180. مجموع دول كام؟ 180. يبقى المجموع بيساوي صفر، يبقى الحمد لله الشغل بتاعنا مظبوط. يبقى قدرنا نجيب قيم ردود الافعال في المساله بتاعتنا. ملخص اللي قلناه،
الركائز عندنا في فيكسد سبورت في 3 رياكشن، هنجد سبورت ركيزه مفصليه فيها 2 رياكشن رد فعل، الركيزه الدحرجيه رولر سبورت فيها رد فعل وحيد في اتجاه العمودي على الحركه، ولو الرولر مايل بيبقى برضه عمودي على الحركه. في ركيزه العنصر المحوري وشفنا بيكون رد الفعل في اتجاهه. قلنا ان عندنا 3 معادلات اتزان، سيجما فيكس او صفر، سيجما فاي يساوي صفر، سيجما العزوم يساوي صفر. وشفنا موضوع التماثل ازاي وتركيز الحمل، لو هو يونيفورم بنضرب W في L، ولو مثلث نص قاعدة في ارتفاع، لو حمل مايل بنركزه W L داش على الطول المرسوم عليه، اما لو كان برضو مع المايل بس نازل لتحت فبيتركز. وعرفنا ان في فارق ما بين اتجاه التركيز وقيمة التركيز بتاعة الحمل. لو عندنا ردود الافعال لأي منشأ متوازية او متلاقيه يبقى ده كده انستيبل ستراكشر. وشفنا مبدا السوبر بوزيشن اللي قدرنا نجيب بيه بسرعه ردود الافعال، وشفنا مبدا التناسب العكسي لو في عندي حمل وحيد موجود على المنشا. وبكده تكون انتهت المحاضره الثانيه من محاضرات تحليل انشاءات واحد. بحمد الله نلقاكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.